سنرى بعض الاستثناءات او بعض الحالات الخاصه. اذا لاحظوا معي، سوف اكتب بعض الحالات الخاصه لهذه الافعال، يعني لافعال المجموعه الاولى. مثلا j'envoie, tu répètes, il appelle, nous mangeons, nous commençons, demain, il jette. إذن هذه كلها أفعال المجموعة الأولى. ما هو الآن؟ سنبحث عن الانفينيتيف، يعني أصل الفعل قبل أن تصرف هذه الأفعال. كيف كانت هذه الأفعال الانفينيتيف؟ إذن كيف كانت هذه الأفعال الانفينيتيف؟ j'envoie c'est le verbe envoyer. Tu répètes c'est le verbe répéter. Il appelle, c'est le verbe appeler. Nous mangeons, c'est le verbe manger. Nous commençons, c'est le verbe commencer. Il jette, c'est le verbe جتي. هل الصورة كلها واضحة؟ أستاذ صغر الكتابة لأن الصورة صغيرة. هكذا؟ هل هكذا أفضل؟ هل أن الصورة واضحة؟ المرجو من أحدكم أن يجيب. إذن لاحظوا معي الآن هنا envoyer. لاحظوا أن le verbe ينتهي ب y e r. إذا أردت أن أطبق القاعدة، يعني إذا أردت أن أقول كيف أصرف أفعال مجموعة الأولى، قلنا أننا نزيل e r ونحتفظ بلو راديكال. لاحظوا معي لو راديكال هنا ما هو؟ لو راديكال هنا هو e n v o y. لاحظوا هنا e n v o i. إذن y هذه أصبحت إي هنا. إذن هنا إي. أيضا لاحظوا معي ريبيتي، هنا أكسون تيغو، هنا أكسون تيغو، وهنا أكسون تيغو، هنا أكسون غراف. إذن سيت أكسون، أكسون تيغو أصبحت أكسون غراف. يسار قليل هكذا. صورة غير واضحة كلها هكذا. شكرا. اذا il appelle، لاحظوا معي الان il appelle هنا توجد في لو راديكال، يعني لان لو راديكال كما قلنا نزيل لو او ار ويبقى لو راديكال. اذا هذا لو راديكال. إذا لاحظوا معي لو راديكال فيه ال واحدة، هنا توجد دوزل، دوزل. أيضا مونجي لو راديكال فيه ام ان جي، هنا ام ان جي او أضفنا او لأن او ان اس هذه فقط لا ترمينيزون، إذا أضفنا او. كومونسون
يعني سي او دوبل ام او ان سي، هنا سي او دوبل ام او ان سي سي دي، توجد سي دي، اضفنا سي دي. ثم جوتي il jette، يعني مكتوب لو راديكال مكتوب ب جي او جي او تي، هنا جي او دوبل تي، اذا هنا مكتوبه تي تي. اذا هذه بعض الحالات الخاصه، بعض الحالات الخاصه التي سنراها الان. هذه التغييرات التي يعني طرات او حصلت لي لو راديكال، سنرى لماذا حصلت هذه التغييرات. الأمر صراحة هو ليس صعب أبدا، لأن هناك قاعدة توضح ذلك. لنبدأ بالفئة الأولى من الأفعال والتي تنتهي ب CER. إذن سنبدأ بالأفعال التي تنتهي ب CER، مثل مثلا اعطيكم بعض الامثله، مثلا لو فيرب كومونسي، كومونسي مثلا لو فيرب كومونسي، لو فيرب lancer، مثلا placer الى اخره. اذا هناك افعال تنتهي في الاخر ب CER، هذه الأفعال تكون لها يعني بعض الاستثناءات أو بعض الحالات الخاصة في التصريف، في عندما نصرفها أو بريزون، فقط تكون مع نو. أما باقي الضمائر يعني جو تو إيل فو إيل دو بلوريال، يعني لا يحدث فيها أي تغيير، نزيل لو راديكال ونعوضه بلا تيرميناسون، ولكن مع نو يحصل تغيير فقط مع نو. مثلا اذا اخذنا الفعل لونسي، مثلا سناخذ الفعل لونسي وسنصرفه او بريزون، ماذا ساكتب؟ اذا قلنا اننا نزيل لا تيرميناسون التي هي او ار، ثم نحتفظ ب لو راديكال. اذا ساكتب جو ال ا ان سي tu il nous vous il du pluriel. اذا الان نعرف ما هي les terminaisons التي نكتبها مع le verbe du premier groupe au présent de l'indicatif ou التي هي e es e ons ez ent. الان لنقرا je lance tu lances il lance nous lançons vous lancez il lance. اذا اذا لاحظتم انه في النطق واحده فقط من نطقت لونك، يعني ليس لونس. اذا لذلك نضيف لها سي دي لكي تقرا مثلها مثل الاخرين، يعني لكي لا يكون هناك اختلاف فقط في النطق، لهذا نضيف لا سي دي بالنسبه للافعال التي تنتهي ب سي او ار مع نو. قلت لكم ان يعني الحاله تكون فقط مع نو، يعني هذه هي التي تتغير فقط، اما الافعال الاخرى تصرف مثلها مثل اي فعل اخر ينتمي الى مجموعه الافعال يعني الاولى. نفس الشيء
بالنسبه للافعال التي تنتهي في الاخير ب جي او ار.